اليوم عندنا خلف هذا الباب أكفد مطبخ صغير، طبعاً مساحة الدار الكلية 120 متر، الواجهة 6.4 نزال 20، فراح نراويكم المطبخ الصغير وراح نراويكم شلون قدرنا نلبي كافة احتياجاتنا به. المطبخ هذا مثل ما شفنا أمامكم اشتغل الجدار طبعاً لوح بورسلين، القياس 60 في 120. دخلنا ويا اللون رصاص الطوف ورصاصي الأساسي الرصاص الفاتح، واللي دخلنا ويا رصاص الطوف. طبعا من تشتغل المطبخ لازم تخلي عندك بحسبانك انه هواي شغلات لازم تشتغلها وتركز عليها. النقاط الأساسية هو انه يجب لازم تخلي نقاط وطنية معزولة ونقاط مولد معزولة، يعني بالنسبة للكهرباء. اما بالنسبه لانبوب الغاز لازم يكون عندك تاسيس مباشر، هذا اللي تشوفه امامك تكون القنينه خارجيه، وبور الغاز هذا هنا راح يطلع الصندوق مكان الطباخ. ايضا هذا عندنا تاسيس السنك حار وبارد وسائله وتانكي، وعندنا هاي نقطه التصريف مالته. ايضا اشتغلنا السقف جبسن بورد مع نشرات مخفيه مع سحب بورك. ايضا توزيع النار مثل ما تشوفون بنظام هندسي 3-2-3، وايضا هنا الشباك صار عندنا بي في سي مع مانع ذباب، هذا الامامكم. وايضا زودنا المطبخ بشفاطه صاروخيه تاسس الدفن، انبوبها راح يكون خروجه للسطح للخارج، اسس من هنا للسطح، والشافطه راح تكون فوق تاسيسها بالسطح، وهنا راح يكون السحب مكان السحب مالته. ان شاء الله كل دعواتنا لاخواننا اللي مو حديثا انه ما يخطئون ولا يواجهون اي خطا اثناء عمليه البناء مالتهم، وربي يتمم عليهم بالخير والبركه. تحياتنا تحيات كادر مكتب مصر اسامي للبناء والتصميم المعماري الحديث.